السلام عليكم يا اخوان. بالنسبه للرادار طبعا هو تحت التجربه، اللي ما عنده رادار اذا عندك شارب استخدم شارب، هذا هو الرادار. تكبس عليه تضغط على ستارت، تعلق الصفحه هاي. اول شيء اوبن سكيب، هذا تشغل لك الرادار. الثانيه الانبوت، طبعا الانبوت لا تشغلونه، ما انصح فيه لانه تحت تجربه وكان عليه بوت على باند فسكره. وينبتي بتبند الرادار تحت مكتوب سكيب كلوز، من فعله ثواني وخلاص بروح يسكر. تشغل من شغل الرادار طلع لك الأيقونة هاي الصغيرة، تدخل اللعبة انت. من تشتغل توصل ساحة الطيارة تفعل. طبعا الرادار هذا طلع لك بس الأشخاص وبعض مواد اللوت. بالنسبة للنسخة طبعا الزحف فيها سريع، اذا بتجرب بتزحف تشوف انه يزحف سريع. تدخل جيم، والنسخة طبعا ما تشتغل الا على شو اسمه، انك تلعب بس خريطة ارنج. دخلت المطار وهاي يسمونها ساحة الطيارة، تضغط على الأيقونة. تفعل هذي وسلامتكم بالتوفيق. ان شاء الله سيزن 16 لنا مفاجأة.